1-0 يعني هذا اقول لك اثبتنا انه احنا خصم صعب. لعبنا مباراه كويسه، سكرنا الملعب منيح، نتمنى بالمرحله الثانيه باللعب الثاني نقدر نغلب ونتاهل فيها ان شاء الله. طبعا راح يكون صعب كثير زي اليوم طبعا، بس بدنا نجرب نعطي كل شيء عنا ونقدم كل شيء عشان نقدر نتاهل ان شاء الله. طبعا جمهور تاريخي، جمهور اكثر من رائع، يعني شفنا اليوم شو عمل وشو غنى، في الشيك جمهور، انا بصراحه اول مره بشوف هيك جمهور، وان شاء الله بكملوا هذا الاشي.